الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فهم، موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة. معكم سهام حمدي في الميكرو، يرافقني أحمد المخلوفي في الإخراج التقني. اليوم نحكيو على العطلة المدرسية، كيفاش لازم نستغلوها، كيفاش نعملوا برنامج متوازن لصالح التلميذ. زعما نتجهوا للتفرهيد أكثر وإلا نراجعوا دروسنا أكثر، هذا الكل باش نتعرفوا عليه في حلقتنا لليوم. هذاك علاش تحضر معايا في الاستوديو مدام نجيبة الحاجي، الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيبة أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك، يعيشك، شكرا لك. مدام نجيبة، سؤال يتبادر لذهن عديد الأولياء، أكيد فما شكون برمج وفما يعني شكون باش يركز على القراية، باش يراجع للصغار ومعناها، وإلا باش يفرهدهم، باش يخرجهم، باش يمشي ويتزاور ويزوروا العائلات متاعهم. خلينا تو نعرفوا كيفاش لازم نستغلوا العطلة هذه لصالح التلميذ، ولكن قبل كل شيء خلينا نسمع ميكرو تروتوار من أعداد زميلنا بلال الدريدي. Je suis la grand-mère, c'est normal باش نخرجهم. D'abord ساعة لي كادو خاطر جابوا امتحانات باهيين، دونك سي نورمال كل واحد اللي حاجة اللي شاهيها باش نهز نشريها له، ونعملوا خرجات في نهارنا ونروحوا، ماهوش ما نبعدوش لبعيد، وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، خاطر عددهم جات باهية، وقفنا بالكدا في الوسط العام، دونك في السلعة نحبهم يتمتعوا بها، شحنة ندخلوا بها للجديد، مادام عطاوا نتيجة باهية، تبارك اللهم صلي على النبي، يعطيهم الصحة، ما نزيدوش نرهقوهم. خاطر الدراسة ماهيش كومبيتيسيون، هي تعليم. صدقني فرحانة اللي ما جاوش الأولاني، ثاني ثالث ما يسالش، ما نحبش تكون عنده الدراسة كومبيتيسيون، مشى للمدرسة باش يتعلم. في العادة ما نحضرش مسبقا، معناتها أنا تدخل العطلة نشوف ناقصين نتاع الترفيه، نحن الحقيقة نتاع ربي ناقصين في القروين، ناقصين برشا وسائل ترفيه نتاع الصغيرات، ثم ناس تطلع تزوز بالذمة، تمشي الحمامات بالذمة، المراجعة هذيك عام بالطبيعة، أنا مش نعدوا العطلة كاملة الترفيه، أما نحكي لك تجي باش تمشي ثلاث صغيرات، كي احنا في القروين ما عندناش وين نمشيو، إن شاء الله يوفرون. دونك كنا نسمعوا في الميكروتوتوار، اكيد المره هذه المداخله الاولى هي اللي باش تعجبك برشا، سينو الموضوع الثاني زاده مع المداخله الثانيه ياسر مهم، معناش وين باش نتفرهدوا في ولايه القيروان، قليله هي البلايص العائليه ولا المخصصه للاطفال باش نتفرهدوا فيها، هذيك تظهر ذكاء العائله معناها. فوالا اليوم باش نتعرفوا معك انت مدام نجيبه كيفاش نستغلوا العطله باش نمتعوا لذاتنا ونفرهدوهم. هي العطله ليش مجعوله هي؟ بريمو معناتها من المتعارف انها فرصه للتدارك في كل شيء. خاطر الصغير مشي في ثلاثة شهور في ريتم معين، تو سي لو طون باش على الاقل يمشي بمقوله روحوا عن انفسكم ساعه بعد ساعه، فان القلوب اذا كلت عميت. وداخلين على ثلاثيه جديده مش نستعدوا، خاطر هي معرج راحه معناتها هدنه مش ياخذها العبد. وراو ما نحطوش ديما ما نخلوش هكا السيركويس النسق المتسارع نتاع القرايه، شنية باش يدارك في النواقص نتاعو، باش يعطي فرصه لنفسه. رانا في بالك انت صغير ما يعرفش روحه وين ماشي، شنية اهدافه في الحياه، قرايه ايتودات قرايه ايتودات، يخرج من الليل العطله شنية ماذا بين تكون معناها فما مراوحه بين الترفيه وبين التدارك، وفرصه باش العبد يعمل اكل فيد باك لروحه، باش ينظم وقته في النوم، ياخذ قسط من النوم والراحة. ماذا بينا يعملوا معناتها العائلة تعمل برنامج لكل شيء، برنامج واضح من إلى، ويعملوا روتين يومي للصبحية وللعشوية. زاد احنا ما نخلوش الصغير يعيش الفراغ، معناتها احنا باش نثمنوا الوقت، خاطر الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت، مش تعطي قيمة لك الوقت، دونك اش باش يعمل الصغار ماذا بهم؟ مدام نجيبة، اسكو نركزوا أكثر على الترفيه في بداية العطلة ونراجعوا قبل ما نرجعوا في نهاية العطلة، وإلا بالعكس، وإلا مراوحة بين وبين؟ نروحوهم ونقسموها تقسيم إيجابي وفعال ومنتج. العطلة الوقت ثمين، الصغير باش ياخذ حقه في كل شيء، القراية مالها إلا طاش ولا أكتيفيتي ضمن معناتها ضمن المجموعة اللي محتاجها. هي العطلة مش يكون فيها الصغير يستدرك اللي فاتوا في روحه، انه يشوف روحه ويقف قدام مرايته، اش عملت اش ما عملتش، اش زدت اش نقصت، انا وين ماشي، شنية طموحاتي، شنية دوافعي، شنية المهارات اللي انا ما عملتهاش. معناها راه مش زاده مش نخلوه كان يقرا اكهو، محتاج باش يقرا الكتب العلميه، باش يقرا القصص، باش يعمل شويه، باش يلعب شويه، باش يعمل قصص، باش يعمل موسيقى، باش يلعب مع اصحابه، باش يقعد مع دارهم ويتبادلوا اكل معناها
الشارج العاطفي يقعد عنده محروم من دارهم ودارهم محرومين منه. انا ماذا بينا حتى الاولياء اللي يخدموا ياخذوا عطله مع وليداتهم الفتره هذه ويفرحوا بهم ويتمتعوا بهم ويعرف ما حاسيس ولده ويسمع ولده يعوضوا عك الحرمان العاطفي اللي عاشوا تو لون دو لا سيمستر. بحكم معناه الاولياء يخدموا والتلميذ يقرا جاي ونهيت كل شيء. العطله هاي فرصه للتدارك الاجتماعي، شنو انها فما تواصل اجتماعي، فما حوار، فما نقاش داخل العائله، نسمعك وتسمعني، نفهمك وتفهمني، تحس بيا ونحس بيك. الصغير زاد يلزم زاد يعطوه فرصه باش ياكل ماكله صحيه تو لوند، ثلاثه اشهر ياكل من الشارع ويجري ويلهط. الصغير باش يشارك في الاعمال المنزليه، انه ما يسالش كي يقوم، معناتها ماذا بينا يرقد بكري يقوم بكري، يساهم في التراتيب والاعمال المنزليه، هو اللي يحضر الفطور مع امه، خاطر هذيك فيها تنميه برشا مهارات، يرتب فريش ويشوف دارهم ايش زادوا فيها ايش نقص. واحد من المداخلين مدام نجيبه في الميكرو تريتوار قال اللي في ولايه القيره وهن للاسف ما عندناش برشا فضاءات والا ما عندناش بلايص نجموا نخرجوا فيها صغيراتنا في العطله، وهذا راهو فيه جانب كبير ياسر انه صحيح وحقيقة هذا نحسه. انت قلت لازم العائلة تكون ذكية باش تبرمج، اعطينا طرح فكرة. فكرة كون شنو مثلا انت راهو الترفيه راهو مش تنجم انت اللي باش تعملوا لبرا، تنجم انت تعملوا في دارك. عندك شي حتى جاردان جاردة في دارك، خلي صغارك صغار مجموعة وانت والام والاب العيلة كاملة تلعب الكرة في الواح، العيلة كاملة العيلة كاملة تتلم على لعبة معينة، حتى كل البنت ولد. معناها راهي مش بشرط هي نكونوا الترفيه، ينجم في هذيك يتبادلوا فيها برشا حاجات وبرشا ايموسيون وبرشا معناها تفاعل اجتماعي. أهمية الزيارات العائلية مدام نجيبة خاصة في العطلة، على الأقل نستغلوا الفرصة صلة الرحم. نزوروا جدادنا عمامنا، نعرفوا هويتنا لمن ننتمو، نعرفوا نمشوا المناطق نزوروها، إيش عندنا من آثار من تاريخ من العيلة باهية، كالجدة والجد كي يحكوا الحكايات، أك السهرية واللمة العائلية، أنه في الليل الناس كلها تلقاها معناها تسمع الجدات اللي تقص عليها القصص والتاريخ والحكايات، زاد هذيك حكاية حاجة باهية برشا. دونك البرنامج لازم يكون متنوع هاكا شوية. روتين يومي وهي وهذا ما ننسوش اللي أنت في الفك الروتين اللي باش تعملوا روتين الصباح، إيش عندك أنشطة بين الانشطه الخارجيه والداخليه، بين التسويق نمشوا للمارشي نجيبوا معناتها قضيتنا، نمشوا للسوبريت اش نعملوا في الدار، فما زاده نعطوا حيز للتدارك اللي احنا عملنا برنامج عندنا صغيرات معناها ناقصين، كيما الناقص كيما المتميز كيما المتوسط، اكيد محتاج انه يدارك حاجات ما عملهاش والا قرايه باش يقراها برنامجه. وعندنا صغيرات زاده عندهم المناظرات الوطنية معناتها بكالوريا سيزيام نوفيام، هذوك زاد لازم يكونوا يراجعوا دروسهم اتسيتيغا المراوحة. نتصور مدام نجيبة خاصة اللي هما في مراحل متقدمة من التعليم الثانوي سيزيام بكالوريا، هما بطبيعتهم يعرفوا كيفاش يمكن يقسموا الوقت نتاعهم أكثر من الصغيرات اللي هما معناها في المراحل الأولى الابتدائية والأساسية، ذوك من اللي لازم نتداركوا في كل شيء. ريت أنت الصغير باش يعطي فرصة للجانب العاطفي والجانب العقلي والجانب المعرفي والجانب بالترفيهي والجانب الرياضي، العطله سي الفرصه انك انت تعمل تمارس حاجاتك الحاجيات الاساسيه نتاعك بلا قيود، ماكش مربوط للمدرسه. وكسر الروتين اللي تعودنا به ثلاثه شهور كاملين باش نرجعوا لحياتنا قرايه مش كلها قرايه، راك تنجم حتى الانشطه التربويه نتاعك تعملها سوفور لعبه، راك مش كيما باش تقرا درس، مش كيما باش تقرا قصه، مش كيما باش تتمثل قصه مجموعه كامله، مش كيما باش تقرا وحدك في روتين صارم معناها ومفروض عليك، مش كيما مش تتعاملوا في وسط العائله نتاعك باسلوب ترفيهي معناتها لوجيك بحت. واضح. دونك هذه ابرز النصائح اللي نجموا قدموها الى الاولياء في العطله ان شاء الله. المراوحه نعملوا برنامج واضح وصريح بين الترفيه وبين القرايه، راهو لا هكا ولا هكا، هذوما يهزوا بعضهم، يلزم الصغير يترفى. مع قسط من الراحه. قسط من الراحه، فما نظام بالله ما يختلش التوازن في النوم، هاو يسهر في الليل للصباح ويرقد في النهار، معناتها ما نخلوش حياتنا تمشي هكاكا، ما نخلوش الصغير يتفوتوه برشا حاجات، اعمل روتين في الصباح واعمل روتين في العشيه وراوحوا بين الترفيه وبين التدارك المدرسي. واضح. شكرا لك مدام نجيبه الحاجي الاخصائيه النفسانيه التربويه، يعطيك الصحه على كل النصائح اللي قدمتهم لنا. هكا نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج الحياه في العائله، نتقابلوا في الحلقه القادمه في لمن. الحياة في العائلة تتطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة.